جماعة صحيت على خبر كثير حلو. شوفوا مين جاء، شوفوا مين جاء. هلا والله مسكين لسه واصل، لسه واصل من لسه ثواني يا اخوان. هي باب المطار. ايوه عندي فوبيا. انت تعرف شو يعني فوبيا؟ سوي سيرش بالانترنت. انشيرو هلا. صح سوري. من بعد ما أطلق متابعين رغدة حملة على انستغرام لتوثيق حسابها نظرا للتأخر اللي صار، احتفلت رغدة وأخيرا بتوثيق حسابها رسميا بالعلامة الزرقاء على انستغرام. جماعة صحيت على خبر كثير حلو. أنا صرت فايز ايموشنال شوي جماعة، ايموشنال لأنه اللي 5 سنين عم بستنى في الفيريفيكيشن بيطلع لي صح ولا لا. الحمد لله كثير مبسوطة صراحة، كثير كثير مبسوطة. وش عم تحكي؟ بيكي صارت متواجدة حاليا بالأردن من بعد مغادرتها تونس قبل يوم، فالتقت هناك بكل من رغدة وفريد. أما فريد وبدوره فشارك لقاءه مع رغدة للمرة الثانية بالأردن، وشارك هاي الصورة اللي بتجمعه بريدة من الأردن، وشارك ستوريهات من بعد وصول بيكي. والجمهور وبعودة ريدا الوهابي للأردن عم يترقب عودة ريدا ورغدة مع بعض للسوشيال ميديا، وهذا لم يحصل لحد الآن نظرا للخلاف اللي كان بينهم سابقا. فشو رأيكم؟ هل حيرجعوا يصوروا مع بعض من جديد؟ شاركونا رأيكم بخانة التعليقات. عدد كبير من اليوتيوبرز المتواجدين بالأردن عم بيحضروا لعرس ناجي القاق اللي حيكون اليوم، وشاركوا عدة ستوريهات من التحضيرات. أما ناجي فشارك الستوريهات شكر فيها المتابعين على دعمهم ووقفتهم جنبه في الحلوة والمرة. مرحبا يا جماعة، بكرة هو اليوم الحاسم. متوتر بس مبسوط. أنا بحب أتشكركم أنتو على كل الدعم اللي دعمتوني إياه السنوات الماضية. يعني لولاكم ما كان قدرت أعمل عرس بهذا الشكل. أنتو كل الدعم، شكرا كتير. الإعلامية لين أبو شار احتفلت بعيد ميلادها بدبي، وكان من بين الحضور عدد كبير من اليوتيوبرز من بينهم أكيد أخوها فراس وزياد وزوجته سارة، وأصدقائهم المقربين عزة وياسين وأحمد وسالي وكريم ديب وعمور. كيفكم؟ إحنا من زمان مش طالعين على حفلة، اليوم طالعين على حفلة لصديقتنا وحبيبتنا لين أبو شار عيد ميلادها. عيد ميلاد سعيد والنجاح للنجاح. عن جد كل عام وانتم بخير وصحة وسعادة وكل شيء حلو يا رب. معتصم مقداد وأبوه خالد مقداد تفاجأوا من كمية المعجبين اللي لحقوهم من بعد زيارتهم لمكان معين، فشارك معتصم هالستوريهات وعلق بي: يا اخوان أنا مثلكم مش فاهم إشي، فجأة وصلنا لقينا كتير ناس، بحبكم كلكم. دخلنا القفص يا اخوان. ليش أبو فارس؟ وقعنا بالفخ، وقعنا بالفخ. كيف نطلع من هون؟ أسامة مروة فاجأ المتابعين بستوريهات علق من خلالها بي: صار أكشن ابن كلب، الفيديو تأجل، نفسي أحكي، خلوني أدرس الموضوع، شكلي هالمرة بدخل الدراما. وبعدها بساعات حط هذا العد التنازلي لفيديو يوتيوب جديد وعلق بي: بكرة بتفهموا كل شيء. وبعدها بدقائق شارك أبو الرب ستوري من المطار كان متواجد فيه أسامة، ولكن حذف هذا الستوري بعد دقائق قصيرة. ولكن عبود جعبري شارك هذا الستوري واللي كان مبين فيه أسامة بالمطار بعد وصوله للأردن، فشو السبب اللي خلى أسامة يزور الأردن بهالسرعة؟ وشو الدراما اللي حكى عنها برأيكم؟ شاركونا رأيكم بخانة التعليقات. مسكين لسه واصل، لسه واصل من لسه ثواني يا اخوان. هي باب المطار. يوم كل الناس قاعدين بتلموا عليه. محمود العيساوي اعلن رسميا عن خطوبته بفيديو على يوتيوب وفيديو انستغرام من اجواء حفلة الخطوبة، وشارك ستوري شكر فيها المتابعين عن تهنئاتهم ورسائلهم الحلوة. هلا والله بالحبايب، بدي اوجه كلمة شكر لكل حدا بعت لي رسالة، لكل حدا علق تعليق على البوست تبع الخطوبة، لكل حدا تمنى لي الخير بينه وبين نفسه، لكل حدا دعالي، لكل حدا تفاعل. عن جد من كل قلبي بدي أشكركم، وهالإشي يعني كتير بحسسني بالدفى وبحسسني بإشي، يعني إنه أنا عن جد السنين هاي كلها لما صنعت هالعيلة على السوشيال ميديا عن جد وقفوا جنبي بهيك يوم، فكتير هالإشي بيعني. يارا شاركت ستوريهات صرحت فيها أنها رح تصور فيديو مع ناس مستحيل نتوقع مين رح يكونوا، فهل من الممكن أنها تصور مع فريق نورمار أو لا؟ ومين بتتوقعوا إذا لا؟ بدي أحكي لكم على فيديو بكرة الساعة 4:30
تكونوا جاهزين كلياتكم. الفيديو بكره حيكون بجنن بكل معنى الكلمه، راح تحبوه كثير 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 كثير. صورت مع عالم ما تتوقعوا اني راح اتصور معه. أحمد حسن وزينب فاجأوا الجمهور وأثاروا الجدل بحذفهم للصور اللي بتجمعهم ببعض على انستغرام لأسباب غامضة، هدف ما دفع الجمهور للتساؤل عن السبب وانفصالهم أو مقلب كانوا من بين الاحتمالات اللي طرحها الجمهور. فشو تتوقعوا السبب؟ شاركونا السبب بخانة التعليقات. قمر اعتذرت من الجمهور بسبب تقصيرها بالتفاعل على يوتيوب وحتى على انستغرام، وعلقت بي أحس مشتاقة لكم وأعرف مقصرة وياكم بالنشر وباليوتيوب، بس رجعت لكم رجعة كلش حلوة بس صبرولي. طبنجة نشر صورة تجمع بكل أعضاء فريق فافا نابولي وعلق تعليق مؤثر وكتب: ما بنسى ولا لحظة عشناها، اشتقت لكم كتير. وردت عليه بيسان بهالستوري وكتبت: ونحن اشتقنا لك كتير. هيلا تي في فاجأت الجمهور بأول ظهور لزوجها رشاد على السوشيال ميديا، فنشرت فلوج كامل عفوي معه وصور على انستغرام. فشو رأيكم بالثنائي هيلا ورشاد؟ شاركونا رأيكم بخانة التعليقات. أبو فلا فاجأوه أصدقائه بحفلة بمناسبة 5 مليون متابع على انستغرام، إلا أنه الهدية ما أعجبت أبو فلا حيث كانت أكبر مخاوفه واللي هي العنكبوت، هذا اللي خلاه يصرخ وحتى يبكي. عندي فوبيا، انت تعرف شو يعني فوبيا؟ اسوي سيرج بالانترنت. فأبقول رسالة بسيطة لكل شخص يعرفني او لكل شخص يعرف مكانه قاعد يرسل لي هدايا، لو انك ودك تمزح ترسل لي بقول شيء بسيط: ما فيها مزح، والله ما فيها مزح، ما قاعد امزح، ترى العنكبوت جدا يخوفني، ارجوك احترموا الحال اللي انا فيها. شكرا. نزلت اغنية كل من موفلوكس ولانا روز ودايلر واحمد النشيط ودي بيتشات بكليب كامل على قناة مو العربية بعنوان فريش، حيث نالت إعجاب الجمهور وخاصة الفيديو كليب اللي كان مليء بالإفكس والجرافيك. وظهر كل من أنس وبيسان كضيوف بالفيديو كليب، وأحمد النشيط أحب يضيف صورة أحمد أبو الرد بالفيديو. نارين بيوتي تفاجأت من تواجد صورتها على صفحة يوتيوب الرسمية على انستغرام، إلا أن تعليقات البوست من طرف الأجانب أخذت مسار ثاني وشبهها الجمهور بالمغنية العالمية دوا ليبا، وعلقوا على جمالها ولون عيونها الفاتحة الجذابة. فشو رأيكم؟ هل حقيقة بتشبه دوا ليبا؟ وبالحديث عن نارين بيوتي، فأثار الجدل فيديوها الأخير على يوتيوب واللي نال إعجاب الجمهور نظرا للإبداع اللي عم تبدع فيه نارين آخر فترة وخاصة بسلسلة العمل. وأيضا علق الجمهور عن تواجد غيث مروان بالفيديو، حيث ظهر بإنعكاس الزجاج وهو عم بيساعد بتصوير الفيديو. وفي بعض الناس اللي علقت وكتبت أنه هذا مو غيث مروان، فشو رأيكم أنتو؟ والجدير بالذكر أنه ظهر كل من غيث وشيرو بالسوشيال ميديا لأول مرة من بعد زيارة شيرو لدبي مع بعض بهالستوريهات على انستغرام. لين شيرو؟ هلا صح سوري. بس بالوقت الصح ما. لا سوري هو شو وقت غلط أو شيء؟ لا لا أكيد. أفضح عينك. شيرو؟ شو حط ريحة؟ إيف سان لوران ليش؟ جيدة جدا. والله اللي عندك بس. لا والله نعم. موال. نعم. موال. نعم. موال. نعم. موال.